مرحبا بكم متابعينا عبر قناتنا عبد وجدي يوتيوب لأحوال الطقس. نعود إليكم من جديد ونقدم لكم تحديثات مبشرة قوية جدا إن شاء الله لفترة مقبلة وعودة للاضطرابات الجوية من جديد إلى المناطق الجزائرية. قبل هذا في أواخر هذا الفيديو ستجدون فيديو لقناتنا الثانية، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد. ادعمونا على هذه القناة متابعينا الكرام. إذن الفترة ستمتد من 23 إلى ما يقارب 26 أوت إن شاء الله. إذن كما نشاهد هنا معكم في الصورة من المناطق الغربية ومنطقة الصورة إلى المناطق الوسطى إلى المناطق الشرقية وشمال الصحراء والواحات، ستكون هناك اضطرابات جوية إن شاء الله وخير كبير إن شاء الله من الأمطار قادمة بإذن الله تعالى. سنوافيكم بتفاصيل مهمة الولايات والمناطق المعنية بهذه الاضطرابات الجوية عبر قناتنا الثانية. في أواخر هذا الفيديو ستجدون فيديو يؤدي إلى هذه القناة وتفصيلات جديدة حول هذه الاضطرابات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.